السلام عليكم. نكملوا في لاناليز دي سيركوي اكورون كونتيني. غادي نشوفوا في هذه الحصه لا ترانسفورماسيون من لا ستركتور تريونغل فير لا ستركتور ايطوال والعكس، او ما يسمى ب لا ترانسفورماسيون دو كينيلي. الو، بالنسبه للتيورام دو كينيلي، كتكون عندك واحد لا ستركتور على شكل تريونغل ما بين لو بوان ا و بي و سي، كيكونوا لي ريزيستونس ار 1 ار 2 ار 3، ونبغي نكونفيرتيها لواحد لا ستركتور اللي هي ايطوال. الوغ خصني نختار لي ريزيستونس ار ا ار بي و ار سي، بحيث لي دو ستركتور انهم يكونوا ايكيفالونت. والعكس، تقدر تكون عندي لا ستركتور اون ايطوال، يعني يكونوا لي ريزيستونس ار ا و ار بي و ار سي معلومين، ونبغي نحولها للتريونغل، وخصني نختار ار 1 ار 2 ار 3، بحيث قلنا يبقى عندي داك التكافؤ، داك ليكيفالونس. الو، ما معنى ليكيفالونس؟ يعني الا خدينا مثلا تريونغل، وشفنا المقاومه اللي كاينه ما بين ا و بي، مثلا شدينا المقاومه ما بين ا و بي، عبرنا وشفنا لا ريزيستونس ار ا بي، ونفس الشيء درناه بالنسبه للطوال، يعني شفنا المقاومه ما بين ا و بي، يعني لا ريزيستونس ار ا بي، يعني غادي نخليو لا ريزيستونس سي، نخليوها معلقه يعني اون لير. كذلك حتى في لي طوا نخليو لا ريزيستونس نخليو لو بوان سي معلقه اون لير. وغادي نشوفو بالنسبه للتريونغ، نشوفو المقاومه اللي عندي ما بين ا و بي، وبالنسبه لي طوا نشوفو المقاومه اللي كاينه ما بين ا و بي. يخص يكونوا بحال، يعني العبار اللي غادي يخرج لي في الحاله تاع اطوال ما بين ا و بي، والعبار اللي غادي يخرج لي في الحاله تاع التريونغ ما بين ا و بي، نلقاو نفس القيمه. نفس الشيء الى عبرت لا ريزيستونس ما بين ا و سي في لو كا تريونغ، وعبرتها ما بين ما في لو كا ايطوال، لقى نفس القيمه. عاود كذلك الى عبرت لا ريزيستونس ما بين بي و سي في لو كا تريونغ، وعبرت لا ريزيستونس ما بين بي و سي في لو كا ايطوال، لقى نفس القيمه. دونك هذا هو ما يعني التكافؤ. يعني انايا بالنسبه ليا اللي معروفين، عندي لو بوان ا وعندي لو بوان بي وعندي لو بوان سي، كذلك في لي طوا عندي البوان ا وعندي لو بوان بي وعندي لو بوان سي. الا كانوا عندي المقاومات ار 1 ار 2 ار 3 مبرونشين على شكل تريونغ، وبغيت نقلع ليا هاد المقاومات على شكل تريونغ وندير مقاومات اخرين ار ا و ار بي و ار سي على شكل اطوال، شحال العلاقه اللي غادي تكون بيناتهم ما بين الار ا و ار بي و ار سي والار 1 ار 2 والار 3، بحيث لي دو ستركتور ولا لي دو مونتاج يكونوا متكافئين. وشرحت لكم شنو هي متكافئين، يعني سواء في التريونغل وسواء في ليطوال، مين تختار دو بوان مثلا ا و بي في التريونغل وتعبر المقاومه اللي بيناتهم، ونفس لي بوان ا و بي في ليطوال تعبر المقاومه اللي بيناتهم، تلقى نفس القيمه. ونفس الشيء بالنسبه بي و سي وبالنسبه لا و سي. دونك الا بغينا مثلا ندوزو يعني من تريونغل ليطوال، مثلا بغينا نفوتو من تريونغل ليطوال، يعني غادي يكونوا عندي يعني هنايا اللي معلومين شنو هما في الحاله تاع التريونغ، عندي معلومين ار 1 و ار 2 و ار 3، وبالنسبه للطوال عندي معلومين ار ا و ار بي و ار سي. دابا الا بغينا نفوتو يعني من اليسار لليمين، يعني من لا ستركتور تاع التريونغل فير لا ستركتور ديال ليطوال، دونك اللي غادي يكونوا عندي يعني معلومين هما الار 1 وار 2 وار 3، شحال خصني ندير في الار ا وفي الار بي والار سي، بحيث ان لي دو مونتاج يكونوا متكافئين. الوغ غادي نعطيكم العلاقه ديراكتومون، هو راك تقدر ديمونطري عليها، بصح حنايا اللي يهمنا هو نعرفوا نخدموا بها. دونك بالنسبه ليا الار ا شنو غادي تكون تساوي، والار بي
شنو غادي تساوي، ونفس الشيء الار سي شنو غادي تساوي ليا. الوغ المقام غادي يكون بحال بحال، المقام غادي يكون بحال بحال. وشنو هو؟ حيت قلنا اللي معلوم، اللي معلوم شنو هما الار ا والار دو والار 3، وبغينا نلقاو الار ا والار بي والار سي. الوغ المقام غادي يكون هو ار ار ا بلس ار دو بلس ار 3. كذلك حتى هنايا غادي يكون عندي ار ا بلس ار دو بلس ار 3. كذلك حتى بالنسبه لار سي غادي تكون عندي هنا في المقام ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. الوغ بالنسبه للبسط ار ا، لاحظوا معايا ار ا، انا باغي نشوفوا البسط نتاع ار ا. الأ بالنسبه للتريونغ مع من لاصقه، لاصقه معاها ار ا ولا لاصقه معاها ار 2. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير في ار ا هنايا ار 1 فوا ار 2. كذلك بالنسبه باش نلقى الار بي، الار بي بالنسبه للتريونغ لاصقه معاها البوان بي، بالنسبه للتريونغ لاصقه معاها ال1 و3. دونك هنا شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي الار 1 ار 3. كذلك بالنسبه للسي، للسي بغيت نلقى ار سي، دونك عندي في لو بوان سي، لو بوان سي في التريونغ لاصقه معاها ار 2 ار 3. دونك شنو غادي تولي لي هنايا؟ تولي لي ار 2 ار 3. دونك هادو هما لي ريزيستونس ار ا و ار بي و ار سي بدلاله الار 1 والار 2 والار 3. حيت قلنا لي رانا باغيين نفوتو يعني من، باغيين نفوتو من التريونغ لي طوال. دونك لي غادي يكونوا معلومين هما الار 1 وار 2 وار 3. دونك خصني نلقى الار ا والار بي والار سي، بحيث الار ا والار بي والار سي غادي نديرهم على شكل اطوال، ويبقى لي دو مونتاج يبقاو بحال بحال، يبقاو ايكيفال. وشنو هي ايكيفال؟ راني شرحتها. دابا العكس، الا كانت عندي لا ستركتور اطوال هادي، وبغيت نردها على شكل تريون، يعني بالنسبه ليا شكون اللي غادي يكون معلوم؟ غادي يكونوا معلومين الار ا والار بي والار سي، هما اللي غادي يكونوا معلومين. وشنو خصني نلقى؟ خصني نلقى الار ا شحال غادي تساوي، والار دو شحال تساوي، والار 3 شحال تساوي، بحيث فاش غادي ندير ار ا وار دو ار 3 نديرهم اون تريونغ، يبقاو لي دو مونتاج يبقاو يعني متكافئين. الو بالنسبه لا كونفيرسيون العكسيه اللي رانا فيها، يعني من لي طوال، يعني من لي طوال فير التريون، غادي يكون هنا عندي نفس البسط، نفس النيميراتور. قلنا غادي نلقاو ار ا وار 2 ار 3 دابا بدلاله الار ا والار بي والار سي. دونك هنايا في البسط وشنو غادي يكون عندي هنا؟ غادي يكون عندي نفس البسط ار ا ار بي زائد ار ا ار سي زائد ار بي ار سي. الو نفس الشيء بالنسبه لار 2، عندي هنايا ار ا ار بي بلس ار ا ار سي بلس ار بي ار سي. كذلك في بالنسبه لار 3 ار ا ار بي بلس ار ا ار سي بلس ار بي ار سي. الوغ الفرق فين غادي يكون؟ يكون في الدينوميناتور، في المقام. بالنسبه للار ان، لاحظوا معايا الار ان اللي راني باغيها، الار ان راه انفاس ليها لو بوان سي، هاد الار ان راه انفاس ليها لو بوان سي. الوغ غادي نقسم على لا ريزيستونس ار سي، دونك نقسم على لا ريزيستونس ار سي. كذلك بالنسبه الار الار 2، ار 2 اونفاس ليها لو بوان بي، دونك غادي نقسم على لا ريزيستونس ار بي، نقسمو على لا ريزيستونس ار بي. وكذلك بالنسبه للار 3، ار 3 اونفاس ليها لو بوان ا، دونك غادي نقسم على لا ريزيستونس ار ا،
اسمها لا ريزيستانس ار. فوالا دونك هذا هو لو تيوريم دو كينيلي. وشنو كاي يحول من واحد يعني من واحد يعني لا ستركتور اللي هي تريونغ اللي يكونوا فيها لي ريزيستانس ار1 ار2 ار3 ما بين لي بوين ا و بي و سي، كذلك يحولها لواحد لواحد لا ستركتور اللي هي ايطوال عندي نفس لي بوين ا و بي و سي، ولكن خصني نلقى لي ريزيستانس اللي خصني نبلاصيهم اون ايطوال يعني ار ا و ار بي و ار سي، بحيث قلنا لي دو مونتاج يعني بحال اللي ما درت عليهم والو، يعني بحال يعني لو كان نشدو هاد لا ستركتور تريونغ نديروها في بواط نوار ونخليو نخرجو غير ال ا والبي والسي، كذلك نشدو هاد ليطوال نديروها يعني هاد ليطوال نديروها في يعني في بواط نوار ونخرجو غير ال ا والبي والسي، خص يعني ما غاديش تقدر تفرق بيناتهم، يعني مين تشد لا ريزيستانس ما بين ا و بي في الحاله تاع تريونغ ولا ريزيستانس ما بين ا و بي في الحاله تاع ايطوال تلقاها بحال، ومين تشد لا ريزيستانس ما بين بي و سي في الحاله تاع تريونغ وما بين بي و سي في الحاله تاع ايطوال تلقاها عاودك بحال، ومين تشوف لا ريزيستانس ما بين ا و سي في الحاله تاع تريونغ ولا ريزيستانس ما بين ا و سي في الحاله تاع ايطوال تلقاها بحال. دونك هذا هو المعنى نتاع التكافل. العلاقه اللي كتربط يعني من يكون عندك الار ا والار 2 والار 3 شحال باش نردها ايطوال، شحال خصني ندير في الار ا وشحال خصني ندير في الار بي وشحال خصني ندير في الار سي، هي هذه هيا شرحناها. كذلك العكس من يكونوا ار ا وار بي وار سي كاينين، يعني كيكون عندك لا ستركتور ايطوال كتكون عندك لا ستركتور ايطوال وتبغي تردها تريون، دونك خصك شحال خصك دير الار ا والار 2 والار 3 على شكل تريونغ بحيث يبقاو لي دو مونتاج ايكيفالون. دونك ها هي الار ان ار2 ار3، دونك هذه هي لو تيوريم دو كينيلي. الوغ لمن تصلح هذا لو تيوريم دو كينيلي بارفوا ما نقدروش نحددوا يعني لا ريزيستانس ايكيفالون يعني فاسيلمون. مثلا غادي ندير واحد ليكزامبل، ناخذ واحد ليكزامبل باش يبان لنا يعني ليتيليتي ليتيليتي ديال تيورام دو كينيلي. ناخذ هذا ليكزامبل، هذا غادي نديرو لا ريزيستانس مثلا هنايا ار1، وهنايا غادي ندير واحد لا ريزيستانس ار2، كذلك هنا ندير واحد لا ريزيستانس ار3، هنا ناخذ ريزيستانس ار4، وهنا ناخذ لا ريزيستانس ار5. فوالا دابا ناخذو الا بغينا نلقاو لا ريزيستانس ايكيفالونت ما بين ا و بي. دابا الا بغينا نديروها بالطريقه الكلاسيكيه العاديه يعني خصك نبقى تقلب على السيري مع الباراليل. الوغ كي غادي نديرو نحلو هاد المشكل هذا، دونك كي غادي نديرو نحلو هاد المشكل، دونك مين تجي تشوف ما غاديش تلقى كاع من يعني راس نتاع الخيط منين تبدا، ما تقدر حتى تقول حتى على شي حاجه يعني راهي اون سيري ولا اون باراليل. ار ا ما تقدر تقول عليها والو، ار 3 ما تقدر تقول عليها حتى شي حاجه، دونك هنايا غادي تبقى مبلوك، ما غاديش تقدر تجبد لا ريزيستانس ايكيفالونت ما بين ا و بي. الو درك الا بغينا نشوفوها على شكل يعني نخدموا التيوريم دو كينيلي شنو غادي نديرو. الو غادي نشد مثلا هاد الار ا والار 3 والار 2، او نشدو الار 3 والار 4 والار 5، غادي نسمي هاد لي بوين، هادي نسمي هاد لو بوين مثلا سي، هاد لو بوين سي، ونسمي هاد لو بوين دي. لاحظوا معايا شنو هاد المونتاج يعني كيفاش راه داير. هادي راهي بوين ا، يعني هادي راهي بوين ا، يعني هكذا يعني راهي دايره على هاد الشكل، هذا هادي بوين ا. دونك راه عندي هنايا واحد لا ستركتور تريونغ، شنو فيها؟ فيها لا ريزيستانس ار ا ما بين ا و سي، وفيها لا ريزيستانس ار 2 ما بين ا و دي، عندي ار ا ما بين ا و سي، وعندي ار 2 ما بين ا و دي، وعندي ار 3 ما بين دي و سي. سي بون، دونك يعني نقدروا نحولوا هاد لا ستركتور هادي اللي فيها ار ا و ار 2 و ار 3 نحولوها على شكل ايطوال، يعني راهي تريونغ لهنا، هذا راه مثلث، هذا راه مثلث عندي اللي فيه ما بين السي والا كاينه ار 1،
وما بين الا و دي كاينه ار 2، وما بين سي و دي كاينه ار 3. دونك الوغ غادي نابليكيو تيوريم دو كينيلي. دونك لاحظوا معايا شنو غادي ندير، غادي نعاود المونتاج. دونك ها هي لو بوين سي، دونك عندي لا ريزيستانس ار 4 بحال هاك، وعندي لا ريزيستانس ار 5 قلنا هادي لو بوين بي، هادي لو بوين دي. دابا شنو غادي ندير؟ هاد ما بين سي والأ والدي قلنا هاد التريونغل غادي نردو إطوال، غادي نردو إطوال على هاد الشكل هذا. دونك هنايا غادي تكون عندي لا ريزيستانس، واحد لا ريزيستانس سميوها ار سي، وهنايا غادي تكون عندي واحد لا ريزيستانس اللي هي ار ا. دونك هذه هي لو بوين ا، وهنا غادي تكون عندي واحد لا ريزيستانس اللي هي ار دي. فوالا شنو درنا هاد ثلاثه د المقاومات اللي فيهم ار 1 وار 3 وار 4 راهم على شكل مثلث، راهم على شكل مثلث اللي الرؤوس ديالو هما ا والسي والدي. دونك رديتو انا على شكل يعني نجمه اطوال، ردينا على شكل نجمه باش التيوريم دو كينيلي. رجعنا ها هي هلا، ها هو التيوريم دو كينيلي. دونك راه عندي على شكل مثلث، غادي نردوها على شكل اطوال. شنو خصني ندير في هاد المقاومات؟ عندي العلاقه تابليكي العلاقه ديالك، تابليكي العلاقه ديالك، تلقى الار ا ديالك بدلاله الار 1 والار 2 والار 3، وتلقى الار سي نفس الشيء بدلاله الار 1 والار 2 والار 3، وتلقى الار دي بدلاله الار 1 والار 2 والار 3. دونك ها هو تلقى الار ا والار سي والار دي، وقلنا المونتاج غادي يكون ايكيفالون. واحد راه التيوريم دو كينيلي كتقول لك متفوت التريونغل ليطوال، يعني ماشي غير يعني بعشوائيه تحت المقاومه، يعني عندهم القيمه بالضبط بحيث ان المونتاج يكون بحال. دابا لاحظوا معايا هنا فاش حولت المونتاج الثاني، لا ريزيستانس ايكيفالونت ما بين ال ا و بي غادي تجي باينه. دابا لا ريزيستانس ايكيفالونت غادي نقدر نجبدها فاسيلمون. كيفاش؟ دابا لاحظوا معايا عندي الار سي غادي تكون اون سيري مع ار 4، لو 2 راهي اون باراليل مع ار دي اون سيري مع الار 5. هذه اللي غادي تعطيني هنايا كي دايره راهي تكون اون سيري مع الار. دونك لا ريزيستانس ايكيفالونت شنو هي؟ هي ار سي بلس ار 4 لو 2 باراليل مع من؟ مع ار دي بلس ار 5 لو تو كامل. هادشي راه اون سيري مع ار ا. دابا وتحسب صافي، يعني قدرت يعني نلقى لا ريزيستانس ايكيفالونت. الوغ كو فاش خليت المونتاج انا في الاول كما كان المونتاج في الاول ما لقيت منين نفوت له. وكذلك راك ماشي بالضروره يعني ال ا والسي والدي هما اللي بزز منك دير يعني تشوفهم تريونغل وتردهم اطوال. تقدر تاخذ هذه، تقدر تاخذ يعني الار 4 والار 3 والار 5. ار 4 والار 3 والار 5 هما اللي تشوفهم على شكل تريونغ، هادو راه على شكل تريونغ اللي الرؤوس ديالو المثلث اللي الرؤوس ديالو هما بي والسي والدي. تقدر تحولو على شكل اطوال، وفاش تحولو على شكل اطوال ديك الساعه غادي يبان لك اللي راه سيري مع اللي راه باراليل، وتقدر تجبد لا ريزيستانس ايكيفالون. كاين واحد الكا بارتيكولي في التيوريم دو كينيلي، وهو ناخذ هذا الشيما نكوبيوه، هو فاش يكونوا عندك لي ريزيستانس بحال، فاش يكونوا عندي لي ريزيستانس كاع بحال، نبغي نفوت من التريونغل ليطوال ولا من ليطوال التريونغ بحال هاد الحاله هذا. مثلا عندي هنايا نحيدوا علينا هاد اوكي انايا، يعني هادي كنا باش شرحنا يعني شنو معنى ديال ليكيفالونس، يعني مين تختار دو بوين لا في ليطوال لا في التريونغل وتعبر المقاومه ما بين دوك لي دو بوين، يعني ما بين ا و بي فهاد الجهه وما بين ا و بي فهاد الجهه، كتلقى بحال بحال. دابا نفترضوا لو كان عندي انا في التريونغل عندي انا ار 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 هكذا. دابا شنو غادي يرجع لي في الار ا، شنو غادي يرجع لي في الار بي،
وشنو يرجع لي في الار سي. ار ا شنو غادي تساوي؟ شنو قلنا على ار ا؟ ار ا شنو كان باش نحسبوها؟ كدير هاد لا ريزيستانس، يعني نوليو العلاقه ديالنا هي الار ا. شنو كدير؟ كدير الار ا مضروبه في الار 2 وتقسم على المجموع. الار ا مضروبه في الار 2 وتقسم على المجموع اللي عندك. دونك نابليكيو العلاقه. بالنسبه ليا الار ا غادي تكون هي الار في الار، دونك غادي تكون ار في الار على المجموع اللي هي ار زائد ار زائد ار. شحال غادي تعطيني؟ تعطيني ار مربع على 3 ار. يعني ار ا شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي ار على 3، بمعنى ان كاع يعني كاع لي ريزيستونس غادي يكونوا بحال بحال. يعني ار سي غادي تكون هي ار على 3، والار ا غادي تكون هي ار على 3، والار الار بي غادي تكون حتى هي ار على 3. بمعنى الا كانوا عندك لي ريزيستونس بحال بحال، دونك سهله تعقل على العلاقه. يعني بتريونغل فيهم ار 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 وتبغي تردها اطوال، غادي تولي ار على 3 ار على 3 ار على 3. دابا الا كان الاكس، الا كنت بغيت تحول، يعني نفترضوا كان عندك ليطوال، يعني بحال هكذا، نفترضوا كان عندنا ليطوال وكانوا المقاومات بحال بحال، كانوا عندنا يعني على هذا الشكل، كانوا عندي هنايا ار 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 وبغيت نردها على شكل تريون. الو شحال غادي ندير هنايا في هذه المقاومات باش يكون لي دو شيما يكونوا بحال بحال؟ دونك غادي ندير 3 ار. 3 ار علاش؟ حيت شفنا ان باش نفوتو من تريونغل، باش نفوتو من تريونغل ليطوال نشدو كل وحده قسموها على 3. الى هذه في الحاله نتاع كابارتيكولي فاش يكونوا يعني لي ريزيستونس ايدونتيك، يعني قد قد. دونك انا نفس كل وحده ديرها على 3 سي بون. العكس دابا باش يكون الى كان عندك ليطوال هو اللي عندك فيه ار ار وبغيت تدير 3 تضرب في 3. الى من تريونغل، لاحظوا معايا، الى من تريونغل باش ندوز ليطوال كتقسم على 3. دونك بليطوال باش تدوز التريونغ غادي تضرب في 3. باش الا وليت مارشاريير، الا ولينا مارشاريير، يعني عندي هنا 3 ار 3 ار 3 ار، شنو غادي دير؟ غادي تكون 3 ار على 3، وهنا 3 ار على 3، وهنا 3 ار على 3. واسمو هي 3 ار على 3 هي ار. هي 3 ار على 3 سي بون. هنا غادي نوليو لواحد التمرين كنا شفناه في ليكزارسيس 7، وكنت قلت لكم اودي كنا خدمنا هاد الحالات الاولى، وفاش وصلنا لهاد الحاله هادي هي اللي وحلنا فيها، حيت من حيت قلنا ما لقيناش منين نبداوها، دونك رانا شفنا تيورام دو كينيلي. دونك فاسيلمون غادي نجاوبوا على هاد السؤال هذا فيت في. شنو غادي نديرو؟ ديزولي، نوليو لهنا، ناخذ هاد لوكا هذا. دونك بغينا نلقاو لا ريزيستونس ايكيفالونت تاع هاد الحاله هذه. دونك شنو عندي؟ عندي ار، وهنايا عندي ار، فوالا، يعني نفس المقاومات كاملين. وبغيت نلقى لا ريزيستونس ايكيفالونت اللي كاينه ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين. من ديبار ما تقدرش تحددها يعني ديريكتومون، ضروري تخدم بكينيلي. دونك شنو غادي دير؟ هو انك تشوف ان هاد المقاومه وهاد المقاومه وهاد المقاومه، شوفهم على شكل انهم اون تريون، يعني ما يعني لا عوجنا شويه الخيط بحال هكذا غادي تبان هكذا هي فوالا. دونك عندي هاد لو بوين وعندي هاد لو بوين وهاد لو بوين، كيمثلوا الرؤوس نتاع المثلث اللي في الاضلاع ديالو، فيه كاينه هاد الار وكاينه هاد الار وكاينه هاد الار. الوغ هاد لو بوين وهاد لو بوين نسميهم مثلا، نسمي هذه النقطه ا ونسمي هذه النقطه بي ونسمي هذه النقطه سي ونسمي هذه النقطه دي وهذه النقطه بي.
دابا شنو غادي يولي لي؟ غادي تقدر تحول المونتاج ديالك من ار، وهذا ديرو هنايا ار، دونك هذه هي لو بوان بي. الوغ عندي هنايا لو بوان سي، وعندي هنايا لو بوان دي. دابا وهنايا لو بوان ا. دونك هاد لا ستركتور تريونغل اللي لو استعملو تلت فيهم لا ا والسي والدي، غادي نردها على شكل اطوال. دونك غادي نردها على هاد الشكل. هنا تولي عندي، تولي عندي هنايا مقاومه، وهنايا تولي عندي مقاومه، وهنايا تولي عندي مقاومه. دونك هادي شنو غادي تكون فيها؟ ار على 3 شفنا علاش، وهادي ار على 3، وهادي ار على 3. دابا نقدر نحدد فاسيلمون لا ريزيستانس ايكيفالونت ما بين الا و بي. كيفاش غادي نديرو؟ عندي هاد الار راهي اون سيري مع هاد الار على 3، لو تو اون باراليل هاد الار اون سيري مع هاد ار على 3. دونك غادي نكتبوها، غتولي عندي هنايا ار على 3 زائد ار باراليل مع من؟ مع ار على 3 زائد ار. الكل كي راه داير راه اون سيري مع ار على 3. اتونسيون، دونك يعني شنو درت هنايا؟ هاد ار على 3 زائد ار هي هادي، يعني فيها هاد ار على 3 زائد ار اون سيري، راهي اون باراليل مع نفسها، مع ار على 3 زائد ار. اللي غادي تعطيك كي راهي دايره هادشي كامل غادي يكون اون سيري مع هاد ار على 3. الو نحسبوها شنو غادي تعطي لنا لا ريزيستانس ار ا بي. دونك عندي هنا ار على 3 زائد ار على 3 سمو كاتاتي 4 على 3 ار اون باراليل مع نفسها 4 على 3 ار الكل زائد ار على 3. الوغ كنا شفنا في لي زيدونتيتي روماركابل على لاسوسياسيون ديال ريزيستانس ان المقاومه فاش تكون اون باراليل مع راسها ليكيفالون هي ديك المقاومه مقسومه على زوج، شفناها. دونك يعني بالنسبه ليا 4 ار على 3 اون باراليل مع 4 ار على 3 هي 4 ار على 3 على زوج، اللي غادي تعطيني زوج ار على 3. بيان سور ما ننساوش هاد اللي هنايا زائد ار على 3 اللي تعطيني هنايا 3 ار على 3، في التالي تعطيني غير ار. يعني لا ريزيستانس ايكيفالونت ما بين ا و بي في هاد الحاله هي ار. فوالا، دونك هادي اللي كنا حصلنا فيها وقلنا خليوها حتى نشوفوا التيورام دو كينيلي. دونك بالنسبه لينا هاد يعني الجواب نتاع هاد يعني هاد السؤال هذا هو ما بين ا و بي هو لا ريزيستانس ايكيفالون ديال هادشي كامل هي ار. سي بون، دونك هادي كانت تيورام دو كينيلي. عقلوا عليها سورتو بعد الحاله الخاصه اللي بيكونوا لي ريزيستانس يعني بحال بحال، عقلوا عليها فاش يقولوا لي ريزيستانس بحال بحال، وحتى ما يعني ما يكونوش بحال بحال، ها هما لي رولاسيون راه يعني تعقلوا عليهم فاسيلمون، يعني غير بلون بلاسمون تعقلوا عليهم غير بالبلايص ديالهم، تعقلوا على العلاقه، حيت يعني تري براتيك هاد التيورام هادي اللي هي تيورام دو كتسمى تيورام دو كينيلي ولا لا ترانسفورماسيون دو كينيلي. فوالا، والسلام عليكم ورحمه الله.